مساء فلسطين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في أمسية الليلة من سلسلة ندوات ذكرى مبدع، والتي نسلط فيها الضوء على تجربة ساد الثقافة الفلسطينية الأديب علي الخليلي، الذي كان متألقاً في خدمة فلسطين وقضيتها لسنوات طويلة، حيث عمل في مؤسساتها الصحافية والثقافية الرسمية والأهلية، وقد صدر للراحل أكثر من 40 كتاباً تنوعت بين الشعر والبحث والسيرة والرواية والأدب الشعبي، من أشهرها سيرته الذاتية بيت النار، والتي مزج فيها الذاتي بالوطني، حتى غادرنا في العام 2013 وبغيابه غاب قلم فلسطيني جديد. للتعرف أكثر على مسيرة الراحل علي الخليلي، يسعدني أن يشارك في هذه الندوة ويديرها شاعر الحرية الأديب والسياسي الفلسطيني عبد الناصر صالح. والذي يعد أحد أبرز شعراء فلسطين، حيث شغل منصب نائب وزير الثقافة الفلسطيني، وهو عضو المجلس الوطني الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، وأحد مؤسسي الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين. لقب بشاعر الحرية، حيث كتب عدد كبير من مؤلفاته الشعرية في داخل المعتقلات الإسرائيلية، كما أطلق عليه الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي لقب أمير شعراء الرب. يشاركه في هذه الندوة شقيق الأديب علي الخليلي الكاتب غازي الخليلي، والطبيب والشاعر المقدسي دكتور وائل أبو عرفة. أترك التعريف عنهما والتعرف أكثر على سيرة الأديب الراحل علي الخليلي للأستاذ عبد الناصر، فليتفضل. مشكورا. شكرا جزيلا عبد الله عليك. اخي الحبيب ابو خليل المناضل صاحب التاريخ المشرف على صعيد الثوره الفلسطينيه، والاخوان الاخ وزير الجلاله الدكتور برقاوي واخ وساتي وحسين عابد والشباب كلهم الكتاب والادباء، ذكرني وحبيبي صافي وزياد خداش والجميع. بتاسف اني يعني شايف معيه مهيب البرغوثي وكل الكتاب والادباء الاحباء. عندما اهلا وسهلا بكم. امبارح بالليل حكيت مع اتصلت في الاستاذ حسن الحنين في سوريا، وقلت له في لقاء بنقل الاستاذ فتحي بس ابو خليل مركز محمود درويش عن الشعر الكبير عن الخليل، فقال لي والله كلمة أثر فيه، قال لي قد يغزو الياباس الورد ولكنه يظل وردا، قد يغزو الياباس الورد ولكنه يظل وردا. واتصلت أيضا بشاعرنا العراقي الكبير حميد سعيد في الأردن وبلغته أيضا، وقال لي أنا يعني قرأت للأستاذ عن خليلي وهو شاعر كبير وظلم على مستوى الحركة الشعرية الفلسطينية. طبعا احنا امام قامة شعرية ثقافية وقيمة شعرية ثقافية، علي فتح الله حسن الخليلي من نابلس، مواليد عام 43، درس في نابلس طبعا باختصار، وكمل دراسته في بيروت، ومن هنا انتقل للسعودية عمل سعودي، واخيرا استقر بمقر في ليبيا حيث عمل في ليبيا مجال الاعلام والصحافة، وعاد الى ليبيا وعاد الى فلسطين. عاد إلى فلسطين كما أظن إما في عام 79 أو 77، كنا بالسجن، كنا بالسجن 77. رجع عن الخليلي اعتقد لأشهر في زلازل نابلس، وعندما خرج كتب رواية كويسة اسمها مفاتيح تدور في الأقفال. كان شبه كيف لما يطلبون التحقيق يفتح باب الزنزانة مفتاح كبير يصير يخركش الحديد والمفتاح وقلب السكر. المفاتيح تدور في الأقفال. عندما خرجنا من السجن وتعمقت علاقتي مع الأستاذ أبو سري، وهو مش أبو سري من ولاده، أبو سري لأنه كان في مقام سري في جبل جرزير
وكان يروحوا عليه أهل نابلس وزي ما كان قبل خطر الأخطر وكذا وهذا، وكان ليس مصير كنيسة بالليل، فهو سبح حاله تيمنا لأبو سري وتيمنا بالكاتب الكبير خليل السكاكيني أبو سري عند الكنيسة. فتعمقت علاقتي مع أبو سري رحمه الله، وأذكر من خلال كوني في جامعة نجاح والأستاذ محمد الحلو وين أبرزها حبيبنا كان معنا من قيادات العمل الوطني في الجامعة، صرفناه على خير تذكر صرفناه في ندوي، وكنت أنا عارف الندوي واستقبلته قبل الجامعة، وطلعنا عند رئيس الجامعة كان اسمه كاين عبد الحق ندوي على التراث. وأذكر حرفيا هذا من 40 سنة وأكثر، 42 سنة يمكن، شو قال عن الخليلي؟ قال ديكارت فيلسوف فرنسي: أنا أفكر إذا أنا موجود، وأنا أقول هو طبعا لنا تراث إذا نحن موجودون. كلمة مؤثرة جدا وكلمة تصح كل عنوان المقابلة وعنوان الكتاب، لنا تراث إذا نحن موجودون. من هنا صار اهتمام الأستاذ على خليل التراث. في تلك الفترة كان العمل الثقافي يتركز في القدس، كان في صحيفة لجنة البيادر تذكرها الدكتور جاك خزبو رحمة الله عليه، وكان في الكاتب أسعد الأسعد، وكان في مجلة العودي، وكان في الصحف الثقافية للشعب والفجر والقدس، وكانت أنشط جريدة في الصحف الثقافية الأسبوعية هي الفجر اللي كان يشرف عليها الأستاذ علي خليل، فكان يهتم. بعد ذلك تطورت من صفحة ثقافية إلى ملحق ثقافي شهري، بعدين صار ملحق ثقافي كل أسبوعين حوالي 24 صفحة يمكن ينشر فيه قصص وقصائد ومقالات وأخبار دينية. وكنت أنا بحكم علاقتي مع الطيبة، وهو يعني طبعا كانت تربطني فيه علاقة كثير ممتازة، كنت أجيب له مواد مثلا من ناجي ظاهر في ناصرة، ناجي ظاهر، رياض بيدس، فاروق مواسي، محمد حمزة غنايم، نبيه القاسم، محمد علي طه، والله أروح على الجليل أجيب تطوع مني، أقول بدي قصص، بدي قصائد منكم وأسقطيها للمجلة الفجر الأدبي، فكان يبسط كثير، يقول لي أنت بتكون مهمة مش دورك هذه، كله هذا واجب لدعم الحركة الثقافية. في تلك الفترة كان في تجمع كتاب البيادر. تأخذ محمد تجمع كتاب بيادر، ومن ثم تطورت الفكرة إلى الملتقى الفكري، سميناها لجنة الكتاب الملتقى الفكري. كان أستاذ إبراهيم الدقاق رحمة الله عليه شخصية وطنية وفاضل في القدس، نجتمع عنده حوالي بديش أضرب حد أنا لأن كاتب الأسماء، مثلا جميل السلكوت، إبراهيم جوهر، جمال بن نورة، صبحي شحروري، محمد البطراوي، أسعد الأسعد، عادل الوسطى، سامي البطراوي، وائل أبو عرفة، سامي الكيلاني، محمد شريم، غريب عسقلاني، عبد الناصر صالح، عبد الله تايه، محمد أيوب، زكي العيني، محمد أبو النصر، الشهيد محمد أبو النصر رحمه الله. فكان منسق هذه اللجنة الكتاب البيادر الكتاب بالمنطقة الفكري في القدس الأستاذ علي خليل. واعتبر انه هو اول اتحاد كتاب، قبل اتحاد كتاب اللي شكلناه في 87، انه هذا النواة اتحاد كتاب باعتبار انه علي خليل رئيس الاتحاد، لما كان في تراخيص لاتحاد الكتاب في النقابات يعني، فاعتبر علي خليل رحمه الله رئيس اتحاد كتاب، واحنا اعتبرنا كنا امانه عامه او هيئه اداريه. وكان صار في حراك ثقافي، بذكر عام 81 تم تنظيم المؤتمر الوطني الأول للأدب الفلسطيني في ملاعب في قاعة المطران في القدس، في القدس استضفنا فيه كل كتاب الضفة الغربية وغزة 48، والأهم منه كان المؤتمر الثاني، مؤتمر الوطن الثاني للأدب الفلسطيني اللي نشر كان بعنوان الأدب في المعركة، لأنه كان مهرجان شغال وكانت مقاومة فلسطينية الباسلة بيروت تصدع عام 82 للعنوان الإسرائيلي. وكان في حصار المقاومة الفلسطينية في نفس الوقت الحصار، كنا احنا شغالين على هذا المؤتمر، وشارك في هذا المؤتمر وانا بذكرهم بالاسماء: ايميل حبيبي، سميح القاسم، سلمان نطور، عصام عباسي، حنا ابو حنا، يعقوب حجازي،
ابن توما، هذول عمالقة الرموز الثقافي الفلسطيني في الداخل اللي رسخوا الهوية الوطنية لشعب الفلسطيني. بدأ الحراك الثقافي يأخذ بعدا تنظيميا، كان قبل يعني مجموعة هون مجموعة هون تعمل ندوات، فصرنا نعمل ندوات في مثلا في نادي الموظفين في القدس، تتذكر دكتور، في نادي الموظفين في الجامعات. أنا أستضيف شعراء من الداخل، مثلا استضفنا سليمان دبش، استضفنا فاروق مواسي، استضفنا توفيق زياد في ندوات ثقافية باسم لجنة كتاب الملتقى العربي الفكر العربي في القدس. الأستاذ علي الخليلي طبعا أسهم في إثراء الثقافة، أسهم في إثراء التراث، أسهم في إثراء أدب الأطفال. مثلا أصدر رواية مجموعة قصص الأطفال اسمها عايش تنين لها صخور، مهم للأطفال هذا، وأصدر الغول، كتاب الغول. وكان يقول لي عشان بدي أقدم أخوه علي أخوه غازي، يقول لي يا عبد الناصر، والله حرفيا بألم، وكل إلي أخ اسمه غازي الخليلي من قيادات الظل في منظمة التحرير. من قيادات الظل، يعني هذا قلت له انصر قيادات الظل، يعني الرجل المحترم يعني وكذا، وكان صدرت كتاب وصدرت كتب عن يمكن أبو خليل. أنت طبعت الكتاب الأول له؟ لا مش لا الأستاذ غازي، الأستاذ غازي أول كتاب. وقال لي زلمة نظيف وكذا وهذا، فتعرفنا على الاسم. بعرف يعني الأستاذ غازي بعرفه قبل ما يجي من الكلام عليه أخوه. فهذا البعد يعني هذه التربية الوطنية من بيت النار اللي حكيت عنه الأخت اللي خدمتني، بيت النار الوسيلة الذاتية اللي كتب عن تفاصيلك حتى عن البسطاء الناس اللي كانوا أصحاب أختي، كتب عنهم لم ينسى أحدا في بيت النار، كتب عن طفولته، عن المخبز، عن العائلة، عن الأسرة. هذا السؤال يا أستاذ، هذا الاهتمام في 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 الثقافة، في الشعر، في القصة القصيرة، في التراث لعلي خليلي، من أين جاء؟ يعني حبينا لو تحدثنا عن طفولة علي خليلي، عن طفولته أنت وياه، كيف كان في المدرسة، كيف كان في البيت، سلوكه، فكره، قراءاته، من أين جاء هذا الوهج الثقافي والإبداعي الأستاذ علي خليلي؟ تفضل. مساء الخير للجميع، شكراً لحضوركم، وشكراً لمؤسسة محمود درويش اللي عم بتبادر فعلاً في إحياء ذكرى العديد من المثقفين والكتاب في برنامجهم الرائع ذكرى المبدع. وشكراً أخي وصديقي عبد الناصر على هذه التقدمة الرائعة. أنا وعلي ليس فقط أخوان، نحن صديقان ورفاق، وجمعتنا معا رفقة وصداقة عميقة مميزة. نحن متقاربان في السن، أنا سبقته إلى الحياة بسنتين وهو بعدي، ولكننا كنا كأننا من جيل واحد، اهتمامات مشتركة تقريبا واحدة، وكلنا انصهرنا في هذا الفرن في حارة الياسمينة، الحارة الرائعة. وأيضا أنت سألتني عن منابع علي الفكري. منابع استقاها أولا من الجو، من جو الحارة، ومن جو الكتب الذي كان يقرأها بنهم في كان قرب الفرن مكتبة كنا نسميها الوراق، فكنا أنا وياه دائما نأخذ مصروفنا، هو مرة يدع مصروفه لكتاب وأنا مرة أضع مصروفي لكتاب، وكنا نتبادل الكتب. ف
فبالإضافة إلى مكتبة الوراق كانت هناك زاوية، الزاوية الصوفية لشيخ عوكل، وفيها دراويش. هذه ولدت عنده وعندي خيالات، وإحنا نشوف الدراويش يروحوا ويجوا والأناشيد يعني ونغمات الأناشيد، وأيضا اهتمامه بالتراث بشكل أساسي. كان والدي يعني بطريقته الحزينة كان ينشد مواويل، فعلي يتذكرها دائما ويعيد ويعيد نشيدها، فهذا ولد عنده يعني نوع من أنواع الشوق للتراث. وهو من صغره بدأ يجمع الأمثال من أفواه الناس، وبدأ يجمع الأغاني الشعبية من أفواه الناس. كان يبقى يحمل معاه دفتر صغير وقلمه وحاطه بجيبته، في كل ترحالة وين هو صغير يسمع أغنية يسجلها، يسمع مثل يسجله. ولذلك يعني هو بالإضافة إلى كونه شاعر هو أبدع في التراث. وأنا بتقديري كتابه المميز اللي هو التراث الفلسطيني والطبقات، دراسة في الأمثال الشعبية وطبقات المجتمع الفلسطيني، ونشرته دار الآداب. أنا بتذكر لما راح عند سهيل إدريس وأرجع الكتاب قال له فورا على المطبع. وهو هذا فعلا أول دراسة نوعية تدرس المثل بشكل هلا بعديها تطور. هو يعني واصل في التراث، أغاني العمل والعمال في فلسطين، أغاني الأطفال في فلسطين، البطل الفلسطيني في الحكاية الشعبية، النكتة في الحكاية الشعبية الفلسطينية، الخرافة كمان كتب عن الخرافة شو دورها كل تأثيرها، وعن الغول. تتذكروا مين قلنا كانت أمهاتنا وأجدادنا يحكون عن الغول، حكى عن الغول في الحكاية الشعبية، كتب كثيرا عن التراث. يا ريت يا ريت يعني حدا يجمع هذه الكتب ويعيد إصدارها بمجموعة، فعلا تشكل دخل أساسي للأجيال. أنا وعلي دائما يعني كنا دائما، حتى علي على فكرة أول ما بدأ الشعر ويكتب الشعر كان في الصف الثالث الإعدادي، أنا كنت سابقا بصف، وبالتالي وقع بإيده كتاب العروض اللي بدرس فيه، فأدخل العروض الشعر. تعرض لحادث سيارة وهو بالمدرسة، فأقعدته في البيت شهرين حوالي، فكتب أولى قصائده حتى أخذ عليها جائزة دينار ونص وقتها من إذاعة عمان، وصار ينشر بالصحافة المحلية وبعديها في مجلة الآداب. هو نشر في الآداب وعمره يعني بالكاد وصل يعني 20-24 سنة، بعدين واصل نشر في الآداب. فأنا بديش أواصل يعني، خلينا نحكي عنه على مراحل، نعطي الكلام للدكتور وائل أبو عرف. دكتور وائل، إذا بتلاحظ قراءتك أكيد قرأت أعمال صلاح الخليلي، إذا بتقرأ بداياته بتكون مختلفة عن بدايات محمود درويش سمح القاصد. يعني محمود درويش سجل على عربي هذه الشعارات والمنتصف القراءة تمشي سمح القاصد كذا، أناديكم أشد أناديكم درويش زياد، بدأ هو بلغة يعني حداثوية مختلفة أكثر عن 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 هذا الشعراء. هل يا ترى يعني هذه اللغة المختلفة، لأنه كان بيروت وعاصمة مجلة الآداب ودار العودة ودار عنصر مجلة الآداب واختلط بالشعراء اللبنانيين اللبنان والعرب، أم يعني كانت وجهة نظر مختلفة من ناحية الثقافة؟
في هذا الأساس. وكيف ترى دور الشارع الحريري في القدس؟ كنا أصدقاء وإحنا كنا وياك صديقين له. كيف ترى دوره في القدس في إنهاض العمل الثقافي والحراك الثقافي في العاصمة الفلسطينية؟ شكرا جزيلا على هذا التقديم أخي عبد الناصر. شكرا للدكتور فتحي الذي تذكرني واستضافني في هذا الموقع الجميل وهذا المكان الخضار. مسموع؟ واضح الصوت يا شباب؟ منيح منيح. ايه مسموع؟ لا الأول أحسن. عشان يعرفوا الاثنين شغالين. الحقيقة يعني أحب أن أنوه في البداية أخي عبد الناصر عن معرفتي بالشاعر الكبير والأديب والمناضل علي الخليل. كما يعرف أخي عبد الناصر أنا كان في عندنا بالقدس وكالة أبو عرف للصحافة والنشر، وإحنا نشرنا لك أول كتاب لك كان اسمه خارطة للفرح. كان هذا الوكالة لأبن جميل أستاذ جميل الله يرحمه، وهي أول دار نشر في مدينة القدس أو في فلسطين بعد 67. وكان رحمه الله يهتم بكل الأدباء الشباب ودعم الحراك الثقافي ما بعد الاحتلال. يمكن كان عمري أنا 16 أو 17 سنة، كنت دائما مقيم في المكتب هناك، وهذا ما كان يشجعني على القراءة دائما لأن المكان كان مليء بالكتب والملفات والمجلدات. ففي يوم بيقول لي الأستاذ جميل رحمه الله إنه أنا راح أوصل مشوار وفي واحد مغترب جاي جديد على البلد وحابب يجي يتعرف على الوكالة، تستقبله وبتكرمه لحد ما أرجع. قلت له طيب ماشي الحال. أنا كنت صغير يعني، فقعدت أنا على المكتب هيك ورا طاولة. فطرق الباب شاب بالثلاثينيات من العمر كان، ولكن يبدو عليه أنه أكبر وأنه يحمل هموما أكبر من عمره. فعرفني على حاله وقال لي أنا اسمي علي الخليلي وعائد إلى الوطن من كم أسبوع وكنت موجود في ليبيا، ومين المسؤول هون؟ فأنا فرحت حالي فأنا المسؤول. الحقيقة هو لم يستغرب يعني، رأى أمامه شاب صغير فلم يسألني هل معقول كذا، هو كان متواضعا جدا ولم يكترث أبدا، وبدأ يحدثني بأنه عائد ويريد أن يعمل بالصحافة وكان جايب كتب صادرة له في بيروت ويريد إعادة نشرها في القدس عن طريق الوكالة. فأنا قلت له أهلا وسهلا فيك يعني، بس إحنا لازم نقرأ هاي الكتب، إحنا في عنا لجنة تقرأ الكتب. هو لم ينزعج، قال لي آه مش مشكلة ليش لا. في نفس اللحظة هاي دخل الأستاذ جميل ابن عمي، قال لي والله الله لا يعطيك العافية هذا الأستاذ علي الخليلي، أوه حمل بدمه يا زلمة فضحتنا. فهو صار يضحك، بقول له أنا كنت كنسي في الموضوع يعني بس مشيت معه يعني مش مشكلة. هذا كان أول معرفتي بالأستاذ علي الخليلي، وبقينا على تواصل مستمر، وأعتقد أنه أصدرنا كتابين من اللي كانوا منشورين في بيروت وأعيد نشرهم في مدينة القدس وتم توزيعهم في فلسطين. بعدها كانت علاقتنا في علي تعرف يا أخ عبد الناصر من خلال العمل الصحفي والعمل الأدبي والشعر. أنا سافرت تركت البلاد لأجل الدراسة في الخارج لمدة 7 سنوات، كنت أرجع كل سنة كل سنتين، ودائما أكون حريص على أن ألتقي في عدد كبير من الكتاب والأدباء وعلى رأسهم الأستاذ علي الخليلي. الأستاذ علي الخليلي يعني هو لم يوصف كشاعر متفرغ. أنا أعتقد لو أن علي تفرغ للشعر فقط لكان إبداعه عائما وطاغيا أكثر. علي كان على رأي غرامشي مثقف موسوعي، يعرف يعني بالثقافة أنه
المثقف يجب أن يعرف على الأقل شيئاً عن كل شيء. علي كان يعرف كل شيء عن كل شيء، فتراه بالشعر، بالرواية، بالقصة القصيرة، بالأبحاث الفولكلور، بالتراث، بكل شيء، بكل شيء. فعشان هيك توزعت مهام علي ولم يكن متفرغاً فقط للشعر. بدايات علي الشعرية كما تفضلت أخي عبد الناصر جاءت بأسلوب جديد وبطريقة جديدة، حتى أنه اتهم من قبل الكثير من الشعراء ومن النقاد بالغموض وبالرمزية المفرطة، مع العلم أن الذي يتمرس بقراءة شعر علي الخليلي هو من الشعر البسيط ولكن بلغة جديدة، وهي ليست اللغة الخطابية والمنبرية والجماهيرية اللي تعودوا عليها معظم المتلقين ومعظم الناس. أنا كنت أقول له دائماً أنه خفف من التلغيز، من الغموض في هذا الشعر، ولكن هذه كانت طريقته والتي كان يحاول أن يؤثر بها على كثير من الشعراء الشباب أو من الكتاب الشباب. علي كان دائماً يدعم كل من يرى فيه موهبة في الأدب أو في الشعر أو في الصحافة. عندما عدت أنا من خارج البلاد، من الخارج، كان علي قد استلم رئاسة تحرير الفجر الأدبي وتعاوننا معا. كنت دائما تيجي أخي عبد الناصر في كتابة الكثير من المقالات والقصائد في الفجر الأدبي، إلى أن أغلقت الفجر الأدبي وأصدق الستار على كثير من المحافل الثقافية. علي كان ابن القدس، لأن القدس كانت هي المحور أو مكة الثقافة والصحافة ومكة النضال لحد سنة 1994 أو 93، إلى أن تم البدء في تفريغ القدس. كان في القدس الصحف، كان في مقر اتحاد الكتاب، ملتقى الفكري، مسرح الحكواتي، مسرح القصبة، كل ما تريد. كانت يعني منارة قيادة الحركة الثقافية والوطنية وبيت الشرق وكل ما تريد كانت في القدس، إلى أن أسدل الستار على هذه المرحلة المهمة جدا، مرحلة السبعينيات والثمانينيات حتى نهاية الانتفاضة الأولى. علي بعد هذه المرحلة دخل في فترة من الانعزال، يعني اعتزل المنابر الشعرية والأدبية وتفرغ لقضايا معينة. أنا في يوم من الأيام قررت أنه أعيد علي، مش أنا يعني، نحن إلى مدينة القدس، لأنه علي أنا باعتبار كنت أحكي له أنه مقدسي، لأنه المقدسي هو ليس من يقيم في القدس أو يحمل الهوية المقدسية. المقدسية هي الروح والقلب والعمل، وهذا كان هم علي الأكبر اللي هو كل إنتاجه وكل عمله أن يكون في مدينة القدس. استضفت علي القدس، علي الخليلي، في أمسية شعرية في مسرح القصبة سنة 1996، ومن بعدها في مسرح الحكواتي عملنا نقاش لكتبه ومن أهمها القرابين إخوتي. في هذه اللحظة كان علي ينظر ولو جزئياً لقصيدة المثل، وحاول أن يدمج ما بين قصيدة المثل وقصيدة التفعيل، وكان هناك خلاف ما بيني وبين علي. علي عندما كان يأتي إلى القدس كنا نخرج إلى أحراش القدس، القرى المهجرة، قلونيا، صاف، صوبة، كل هذه المناطق، كان يقعد في زاوية تحت شجرة يترك لي لحالي ويحمل ورقة وقلم ويقعد يكتب، بعدين يقول لي يلا خلاص خلينا بدنا نروح. انقطعت عن علي فترة أنا، إلى أنه في يوم من الأيام بتصل في علي أنه أنا عايزك ضروري. كانت أيام رمضان، قلت له إحنا في أواخر رمضان، أول يوم العيد أنا بكون في رام الله، باجي بعيد عليك. فرحت، كان علي في وضع صعب جدا، يعاني من آلام شديدة في الظهر وفي العضلات ويأخذ مسكنات،
وقال لي بدي استشيرك، انا مش عارف شو اعمل يعني، انا بطلت قادر اطلع خارج البيت. وكان عارض نفسه على عدد كبير من الاطباء، والكل يقول له انه شيء، يقول له عندك ديس، شيء يقول له عندك تشنج عضلات شيء. فطلبت اني اشوف صور الاشعه من علي، وصعقت عندما شفت اول صوره. قلت له بدي اخذ الصور علي واستشير الناس، لانه انا مش كثير بفهم الصور. وبعديها تاكد انه علي كان في عنده ورم سرطاني منتشر في الفقرات السفلى للعمود الفقري، وهي ناتجه عن ورم مش في العمود الفقري، في مكان اخر. فاجيت انا على رام الله واخذته معي يعني على المستشفى عندنا، وعملنا له فحوصات، تبين انه يعاني من ورم كبير وشرس في الرئه اليمنى، وكان مدخن شرس يعني مدخن امبريال يعني، وكان عنده ورم سرطاني. فانا قعدت اهدي له يعني انه هذا له علاج وما تخاف وكذا. وهنا بلش مشوار العلاج والعذاب اللي انا كنت على اطلاع في الموضوع خطوه بخطوه، وحتى يمكن اخر يوم في حياتي. كنت دائما اطمنه يقول لي بس انت احكي لي يعني انه في امل. اقول له يا علي نحن محكومون بالامل على رأي سعد الله والنص. يقول لي بس ما هو سعد الله والنص كمان ناس في السرطان. يقول له بس برضه كان محكوم بالامل يعني، وهذا هو قدر العظماء. الى ان توفاه الله لم اتمكن من حضور جنازه علي، كنت في بيت العزاء وصفنت كثير. قلت لو انني لم اكن مشاركا او مطلعا على اوضاعه في ايامه الاخيره، او مشاركا في تشخيص مرضه، ولكن يا علي قدر الله ما شاء فعل. هكذا تبدا القصص وهكذا تنتهي. شكرا دكتور. في نقطة مهمة للحضور الكرام والجميع والحبايب، انه الاستاذ علي الخليلي كان طيبا غاية الطيبة، والاستاذ محمد الاصمر بعرف كان مسؤوله، كان مدير مراكز ثقافية في وزارة الثقافة، وكان عامله كأخ وعامله كلك أخوه. من هذه العلامات الطيبة والأصالة عند مسلم مثلا، أنا ما طلعت من السجن في 88، طلعت معي ديوان شعر اسمه المجد ونحن أمامكم. شو أنا كاتب بقصيدة المجد ونحن أمامكم؟ بقول للشباب الانتفاضة، المجد ينحني أمامكم وتهزم العبارة، يعني الكلام يهزم أمام نظاركم. قال لا يا عبد الناصر، المجد ينحني أمامكم وتشرق العبارة. هنهض يعني لو واحد تاني كل خليه وراك ولا لا، خليه على بالغلط مش هذا النقادي يعني. بس شوف الطيب والأصالة، إنه نصحني نصحني، قال لا تشرق العبارة، قال تهزم لأنه الكلام هو الأساس. وفي البداية كانت كلمة الكلام هو الأساس، الكلام يزهو بنظام المقاومين. نقطة ثانية، كنت عنده هجرة الفجر في 84 85، كان مرض محمود درويش الله يرحمه المرة الأولى في القلب، كان في فيينا، وقال لي يا ريت أجيت قبل خمس دقائق اتصلت محمود درويش وعميت عليه. قلت له ممكن يا مسوي تخليني أحكي معاه؟ ممكن تخليني أحكي معاه؟ قال لي على راسك. أخذ تليفون الأصفر الكبير هذا، الله يرحمكم، حكيت معه محمود درويش في المستشفى في غرفة الإنعاش في فيينا. قلت له أنا عبد الناصر صالح. قال لي حكى معي الأستاذ صوت رفيق، كان حكى معي الأستاذ الخليلي، قلت له هي أنا عنده قوم أحكي معه. طمنا عنك أستاذ محمود. قال الحمد لله كويس. شوف هاي من علامات طيبة القلب، مش كانش أناني. مثلا في تكريم أبو سلمة في جامعة النجاح دعينا من مجلس طلبي، بذكر الأخ محمد الحلو أبو روزا، وشو قال؟ أنا ذكرت منيح إن شاء الله. قال يا طول كرم، لأن أبو سلمة طول كرم، يا طول كرم كلما احتضنت منه الشباب، وكلما احتضن عاصرت يا أبتي جرائمهم وكشفت أقبحهم إذا حصلها. عندما القصيدة، ما أعرفش القصيدة موجودة
في أعمال الشريف وليكم الرب مشكلتك ما بعرف ما بعرف. ألقى قصيدي في رساء مسلمة قصيدة عمودية أنا قدمت يوريتها هذا عام 81 يمكن في الذكرى 40 لمسلمة في الذكرى السنوية الأولى مش ذاكر بالضبط وقرأها القصيدة. فعلي كان طيب وكان خدوم ولم يشرط انه تعال انا استشاريه في تركيا ما يكونش في معاي بدي اكون اول واحد زي اللي مع بعض اليوم دير بالك انا بكون زياده 15 بديش اجي اذا بكون زكاه بديش اجي يا يعني انا اذا بكون قدمني انا قبلهم ولا بكون نفس الشاهد بديش بدي واحد ثاني نفس الشاهد مثلا ما كانش وشخص اخر في نفس الفيزا رحمه الله ايضا سمح القصر انا شاركت معاه يمكن في 20 استشاريه من النقب للجليل سميح القاسم وانا ما كانش يقول والله مين عبد الناصر هذا شاب صغير وانا شاعر وقوي وتوفيق زياد ايضا كانوا كبار في قيمتهم وكبار في ابداعهم هيك لازم نكون احنا انه نتواضع من كبر تواضع واحترم الناس اكثر هذه الاصاله استاذ غازي هذا البعد الذي فجر الموهبة عند الخليلي والطيبي يعني هذا ميزة في العائلة كانت مثلا علي يعني من خلال قراءاته يتميز بهذا الميزة التسامح وكان يتغاضى في الوزارة مدير مراكز الثقافة يتغاضى على أخطاء أقول له بسير فلان خطأ أقول يلا مشيها مش متعلم الشباب أخذته متعلم يلا معلش اتجاوز يا عبد الناصر فحس انه اب لك واخ كبير هذا الشعور من الانسانيه من اين اتى استاذ غازي؟ علي كنا نسميه في العائلة ابن أمه. علي عندما ولدته أمه شعروا كأنه غير حي وحضروا الزوبة الكفن له ولكن أمه طلعت عليه وقالت عم برمش عينه عم ترمش الصبي حي الصبي حي ومن يومها ارتبط مع أمه وسمته أمه علي على اسم والدتها ولذلك كان حنونا ورقيقا مثل أمه وكان عنيدا وطيبا مثل أمه. علي فعلا كما مرة قال لي محمود درويش أخوك لم تلوثه المدينة بعد. قلت له ولن تلوثه المدينة لأن علي هكذا دائما قريب من الجميع هادئ طيب دمث يتكلم بصوت هادي بعدين جيد في الاستماع وجيد في الكلام يعني هو هادي مستمعا ومتكلما. علي بصراحة منذ بدايته شعر مع الفقراء. أنا أذكر لما قال عنه عاد الوسطى انه اول ما رجع للارض المحتله قال له انا بدي اكون شاعر الفقراء وشاعر ليبي بعث لي من يومين بعد ما نشرنا عنه فقط الفيسبوك حكى عنه في ليبيا وبالشعراء قال لي كنا نسميه شاعر الفقر المسلح قد ما كان يشعر مع الإنسان يعني المغبون المظلوم الفقير ماديا هذا هو علي حتى علي وهو في الوزارة
وكما تعرفونه كان دائما محبا للجميع، لا يعرف ان يكره ولا يحقد، متسامح، متسامح دائما. هذا هو. انا بدي احكي عن علي لما كان في ليبيا، واجاني انا كنت في ذلك الوقت في بيروت، التقينا في تونس في منتصف في شهر الثلاثة شهر آذار عام 1977، كان المؤتمر الثاني للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. واحنا كنا دائما يعني هو غربته استمرت 14 سنة تقريبا، كنا دائما على تواصل مع بعضنا بالرسائل باللقاءات، لما يجي سنويا يجي زيارة لأهله، فالتخيل قعدنا نتحدث، قال لي يا أخي خلص أنا عصفت في كل أعمالي في ليبيا وعود الوطن، ومن هناك سأكمل مشروعي الثقافي والإبداعي على أرض الوطن مع هالجيل الشاب الجديد من المبدعين والمثقفين في الأرض المعتلة، الذين كلما التقيت بهم أثناء عودتي لزياراتي كلما شعرت أن هناك في أمل. وقال لي يعني تأخذنيش الحركة الثقافية في الخارج صحيح فيها أسماء موزونة ولكن لا تلقي أي اهتمام للداخل. وأنا راجع وشغلتي الشاغلة إنه أندمج مع هؤلاء الشباب. فعلاً بعد 3 أشهر من فراقنا ما شفته إلا جاي على بيروت يقول لي أنا بدي أرجع بسرعة بدي أشوف الوادي. أنا كنت يعني تلقيت قبل أسبوعين تقريبا خبر وفاته، قلت له يا علي هيك مسكين تألم يعني خط الوالدة سد عليها المرض وأعطتك عمرها يعني خلال فترة قصيرة، بكى كثير وقال يا ريت بكرت يا ريت بكرت يا ريت بكرت ضل عيد يا ريت بكرت يا ريت بكرت. عقل حالة علي عندما عاد إلى الوطن صور عمل مكتبة صغيرة في كأنه بده يستعيد ذكرى مكتبة الوراق التي كانت جنب الفرن وجنب بيت الحاكم ياسمين، دكان صغيرة كانت وفيها كتب تراثية وكتب فتوح الشام وغيرها اللي كنا نطلع عليها. لكن الاحتلال لم يمهله، بعد حوالي 3-4 أشهر من قدومه اعتقلوا وسجن بالسجن قعد أكثر من 7 أشهر. ولما خرج بدون أي تهمة يعني كأنه كان مين حكالي كأنه كان أول اعتقال إداري عندهم في إسرائيل، صف المكتبة واشتغل في جريدة الفجر، بعد فترة اشتغل كمحرر ثقافي، بعد فترة قصيرة صار مدير التحرير، بعد 2 سنين ما اكتفاش انه يعني في صفقة ثقافية بجريدة الفجر، عمل ملحق ثقافي اللي هو الفجر الأدبي، وهذه المجلة اللي استمرت في الصدور فترة طويلة أظن صدر منها 60 عدد وموجودة 60 عدد أظن في المكتبة هون، وكانت عندي وحطيتها في أو حطيتهم في مكتبة القطان كانوا يعني موجودين. وبدأ فعلا يعني ينمو ويتفاعل مع هذا الجيل. مراد السوداني شو بيقول الشاعر يعني
مراد السوداني في عندما كانوا عم بكرموا علي في بيت الشعر قبل وفاته بحوالي كم سنة يعني. قال أننا جيل الثمانينات نما وشب برعاية علي الفهد، وكان أيضا موجود المتوكل طه. قال نحن جيل الثمانينات لا نعرف أحدا أستاذا، لا نعرف أستاذا بذلك الوقت إلا علي الخليلي. قال كان لنا أستاذ واحد هو علي الخليلي. فعلي لعب دورا أساسيا في إنماء هذا الجيل، واللي الآن هذا الجيل هو يعني عماد الحركة الثقافية الحالية، يعني الرموز الثقافية الموجودة حاليا كلها تتربط على يدين أخي علي الله يرحمه. فعلي كان مرتبطا بالوطن، هو صحيح يعني أصدر 14 ديوان شعر، وآخر شيء يعني بيت الشعر وزارة الثقافة تعاونوا وأطلقوا في 3 مجلدات، زائد الكتب التراثية، زائد يعني مجموع الكتب التي نشرت له حوالي أو تزيد عن 40 كتاب. لكن بدي أقوله بكل صراحة، علي أنا بقوله بالأخير، علي لما أجت السلطة قال لي أنا ما بدي أشتغل مع السلطة، قال لي ما بدي أشتغل، قلت له يا علي خلص في مرحلة جديدة ووضع جديد وكذا، قال لي لا ما بدي أشتغل مع السلطة. كان عماله بيشتغل في جريدة جيروزاليم تايمز بالقدس، بالإنجليزي تصدر بالقدس، قال لي أنا هيني بشتغل هم واللي بيجيني بيكفيني، ما بدي أشتغل. هلا بعد فترة سكرت جيروزاليم تايمز، قلت له بعدين معك، بعدين أظن يعني اتصلوا فيش معرفة يحيى أبو هيثم، يحيى أبو هيثم وكذا يا علي وكذا. رقيبة اشتغل مدير عام في وزارة الثقافة، وخلال كل فترة عمله بوزارة الثقافة اللي استمرت أكثر من 11 سنة ضل على ما هو عليه، لا زاد درجة ولا أنقص درجة، بالرغم من ذلك لم يشكو ولم يتظلم، حتى لم يتظلم لما أحيل التقاعد، يعني اختلفوا هل يستحق تقاعد ولا لا، وبقي سنتان بدون راتب تقاعدي بعد تقاعده. هلا علي قبل سنتين من وفاته يعني كرموه شويه، منحوه يعني جام الابداع والتغير، بعدين سموه وزارة الثقافة سموه شخصية العام الثقافية للعام 2011. على كل الحال رحمه الله. طبعا الحديث يطول عن قامة ثقافية كبيرة كعلي الخليلي، وقامة شعرية كبيرة، وقامة مهتمة بالتراث، قامة كبيرة أيضا. من ضمن بساطة الإنسان علي الخليلي مع تأثير الأستاذ يحيى يخلفي، بقول لي مرة بقول لي يا عبد الناصر بتعرف أنت خليل وزير أبو جهاد؟ قلت له والله بعرف. قال لي يا رجل باع التوصية إلك وإلي عن طريق أبو هيثم. قلت له مين أبو هيثم؟ قال لي يحيى يخلفي. قلت له بتعرف ما بعرفوش، كنت كان شايفه. فعلا أجا أبو هيثم وقال لي والله أبو جهاد في تونس الله يرحمه وصى عليك وعلي الخليلي، قال لي انت كنت بالسجن في انصار في النقب، قال لي دير بالك على عبد الناصر صالح وعلي الخليلي. والله ولا ابو جهاد استشهد ولا معرفه ولا معرفه، عشان ببساطه يعني كان مبسوط ابو سليم انه وصى عليه خليل وزير ابو جهاد. كنا نروح في كل عيد
أنا صبحي الشحنوري أبو نضال نعيد عليه، كان الغرفة خاصة لها كم درجة هيك؟ 7-8 درجات. مضبوط؟ كانت وقت خولة هناك. حديث يطول جدا. بدي أنا بعد إذن الأستاذ غازي والدكتور وائل نفتح باب النقاش.